الأطفال من بنات وذكور بولاية المسيلة يدخلون إلى الكتاتيب والمدارس القرآنية طوعا أو عن طريق الوالدين لتعلم اللغة والقرآن وأصول الدين، خصوصا في العطلة الصيفية ملأ لوقت الفراغ الطويل وكسبا للمعرفة. لدينا من الطلبة ما يقارب 200 طالب وطالبة يدرسون بالنظامين، نظام القديم بنظام اللوح، وكذا نظام الكراس، كتابة في الكراس والقراءة من المصحف. أن المدارس القرآنية دائما ترعى الهوية والوحدة الوطنية التي يتخرج أبناؤها إن شاء الله تبارك وتعالى. من بعد العصر حتى الستة قسم الحروف، ومن الستة حتى المغرب للقرآن الكريم. التعلم في المدارس القرآنية في سن صغيرة يؤهل التلاميذ الجدد الدخول إلى المدارس الابتدائية بخلفية معرفية كبيرة، خصوصا حفظ الحروف الأبجدية والكتابة وحسن الخط. المعلمين تاع المدارس يقولوا لي راك الله يبارك سما طيتينا هاك درتي نتيجة في الذراري الصغار هاك سما، سواء المنهج في الكتابة ولا في القراءة ولا في النطق. من الشباب أيضا من جعل من حفظ القرآن الكريم طموحا فوصل إلى ما ينشد إليه في وقت قصير جدا. بديت بشوية بشوية في خلال 3.5 سنين هكذا والله وفق ربي أني ختمت القرآن. خلي وقتك للقرآن، ربي يرزقك من حيث لا تحتسب. الكتاتيب والمدارس القرآنية في المنطقة ومنذ زمن قديم تعد مرفقا علميا وترفيهيا في آن واحد في ظل قلة المرافق الترفيهية الأخرى.